الطائرة والفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة حمد الصافي المدير الفني للنادي الأهلي حقق الفوز النهارده على الزمالك بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعت بينهم النهارده ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز. الأهلي حاليا بيحتل صدارة ترتيب الدوري ب 30 نقطة من 10 مباريات وليه مباراة مؤجلة، في حين بيأتي الزمالك في المركز الرابع ب 23 نقطة طبعا كانت في بعد الجولة العاشرة. كاميرا ملعب الأبطال كانت متواجدة في المباراة. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل أخبار حلقتنا تاني. مباراة كويسة مش سهلة ولا حاجة، طبعا فريق الزمالك فريق محترم وطبعا نادي كبير، بس الحمد لله احنا كنا مذاكرين كويس وحافظين هناك هيعملوا في الماتش، والحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا بسهولة الحمد لله. ان شاء الله عندنا ماتش ان شاء الله يوم الاثنين اللي هو بعد بكرة مع نادي سموحة، طبعا فرقة طبعا محترمة في اسكندرية هناك، طبعا بكرة عندنا تمرين خفيفة بعد كده ان شاء الله هنسافر وان شاء الله خير بامر الله ربنا يكرم. كلعب كانت سهله، بس طبعا احنا من قبل كده كنا محضرين ليها انه ده برده مش هيبقى سهل، لان برده اهلي وزمالك ده لقاء القمه يعني، فاحنا اتمرنا كانه ماتش صعب يعني زي اي ماتش يعني، الحمد لله عرفنا نكسبه الحمد لله. اول حاجه ان احنا ما ننامش يعني، حتى لو ماتش ماشي سكور لينا يعني لازم نلعب كويس، لازم نضغط كانه يعني احنا خسرانين لحد ما نكسب يعني الحمد لله. لا ماتش الجاي ماتش سموحه، وسموحه بتبقى في ارضها بيبقى ماتش رخم يعني، فطبعا هنتمرن بكره كويس قوي بقى نسافر نلعب الماتش ان شاء الله. طبعا النهارده من اصعب الماتشات اللي في الدوري، لان طبعا نادي الزمالك يعني فرقه بتنافس على من الفرق اللي بتنافس على الدوري، فطبعا الماتش كان مش سهل، بس الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نكسب 3-0. طبعا هو كان طبعا عامل اهميه للماتش جدا، عشان عارفين الزمالك فرقه كويسه، فيعني كنا مركزين قوي، وكان بيقول لنا يعني ان احنا نركز ان احنا ناخد الثلاث جيمات على طول. ماتش الزمالك عامه يعني ماتش ما بين اهلي وزمالك ما بتبقاش مباراه سهله، فاحنا بنبقى داخلين ان احنا مركزين ان ده ماتش من الماتشات المهمه جدا لينا، وبس الحمد لله ربنا وفقنا وابتدينا كويس وانهينا لحد الاخر الحمد لله كويس، ما حصلش حاجه يعني في النص. يعني هو بيقعد يقول لنا على الغلطات اللي عندهم، فاحنا لازم ايه نركز عليها، احنا عندنا مثلا غلطات لا نركز ان احنا نعدلها بسرعه. هي المباراه اللي جايه مع سموحه في سموحه، الماتش ده ما بيبقاش سهل قوي هناك، بيشدوا معانا، بس احنا يعني ان شاء الله هنتمرن بكره ونسافر على الماتش ان شاء الله. يعني الكابتن كان دايما من بره بيدينا تعليمات وحاجات ان احنا يعني تشجيع، والجهاز كله كان بيشجعنا من بره ان احنا نبقى كويسين، يعني هو يعني باد لك النهارده بس مش اكتر. لا استعدادات قويه جدا، وان شاء الله يبقى في التمرين مكثف وهنبقى يعني هنعمل حاجه كويسه ان شاء الله الدور الجاي. هو يمكن كان مفيش توفيق في المباراه خالص، احنا كنا اوت اوف سيستم يعني، وان شاء الله اللي جاي اكيد هنعوض ده يعني، اكيد هننظر نظره تانية قويه مع الفرقه، وهيبقى فيه اكيد اجراءات وهنشد حنا وهنكسب اللي جاي باذن الله. هو لا مفيش، هو ممكن في عندنا عناصر لسه صغيره برضو، معلش برضو ولاد النادي بقى ليهم في روح الفلنة الزمالك، يمكن اكترتهم مش من نادي الزمالك من بره النادي، فبرضو بيفرق قوي التيشيرت يعني، لما تبقي انت بنت النادي فبتبقى عايزه مع الاهلي بتبقى حاجه منافسه قوي، فطبعا غير لما ابقى حد مش ولاد النادي فبقى الموضوع يمكن ايه وعناصر صغيره، فمش عارفين قد ايه الماتش بيبقى بالنسبه لنا حاجه مهمه قوي يعني كنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. والله هو الكابتن عمل اللي عليه وزياده يعني، هو كان بيشجعنا لحد اخر نقطه يعني، فبس الحمد لله يعني. احنا هنحاول نستعد اكتر من كده ونحاول نتمرن كويس، ويعني ونحاول نعوض بقى في الكاس وفي الدور الثاني، ويعني ان شاء الله ربنا يوفقنا. لسه مع اخبار الكره الطائره، اتحاد الكره الطائره برئاسه المهندس ياسر قمر اجروا النهارده قرعه كاس مصر وللرجال والسيدات. قرعه الرجال اسفرت عن مواجهه ما بين الاهلي وجزيره الورد في دور ال 32، في حين هيلعب الزمالك مع نادي الصيد. اما قرعه السيدات فاسفرت عن مواجهه بين الاهلي ودلفي في الدور ال 16 والزمالك والطيران. مباريات قوية ومنافسات مميزة في الكرة الطائرة، خاصة في ظل نظام المسابقات الجديد اللي أعلنه اتحاد كرة الطائرة. بصراحة شايفين نشاط قوي لاتحاد كرة الطائرة، داخلين زي ما بنقول كده بثوب جديد وبخطة جديدة إن شاء الله تعود بكرة الطائرة المصرية لسابق أمجادها إن شاء الله.